بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان واكي بقول لبا بقول طواني سديدات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة ونكسو جري باب التخوف ما يخرج من زهرة الدنيا حباب هاي بغدين تيا عبسيدا لغا قابو وحا صوبح دون إيمان دون الدنيا دا بلع ديدي يحول هيدا ما يخرج وحا صوبح دون إيمان دون ومن زهرة الدنيا الدنيا دا بلع ديدا أما للالال كيدا إن لغو فتنوبة وددك أفتنيو إن آديات شرعي وغاب بقاي رسولكنا وكديريي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثني قتيبة بن سعيد وتقارب في اللفظ حق اللفظ جوائز كقدويهن قتيبة يحيى قال قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أسوأ لقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاه بإستاغي فخطب الناس تدكو أخذ بي وواني وعدي فقال في خطبته صبنه خطبته سحكويري لا والله ما يا والله لا والله ما يا سيدا نقول ما يسأل الله نقول دارتي ما أخشى عليكم إذن كبق ماي أيها الناس الضضو إلا ما يخرج الله إليه وحو سو ساري دون ما يلكم ربي دين كدين سو ساري دون ومن زهرة الدنيا دلالال كده يبلع ده نبي وحو لي عب فقري هي معلول يا باهين أود ما تنكما بقى هاي ودين كين وحيال أود كف النودان وحن كبقى هاي إن الدنيا دي فتنيس يعني باهي هي معلول يا قاتشو دين كين داوع وقيسان ما يسوي دين كبقى ما يدين كبح ما يسال لكن الدنيا إذا فتنس الدين كأذ كجب حدان يا النبي قال وقبقها يا أبو لا والله الله نقول أرتين مايا ما أرشى عليكم إذا كبق مايا إذا كعب سن ما أيها الناس وضد وصحابه وهذا كل دعية لكن إذا كان الوجه إلا ما يخرج الله وربه صوصارا صوصارا يمين وحكى إذا كبق مايا لكم إذا كان صوصار إذا صوصارا ومن زهرة الدنيا الدنيا ذا بالعداء ومتاع العداء أمر الله الكريم وحلو كتسماء فقال رجل ننبا وحيري ننكاسي مركا لما الشيخ المقعيسى ومن صحابة أحد كمذا يا رسول الله رسولك إله يو أيأتي الخير بالشر خيرك شر من لي مادة أيأتي الخير خيرك من لي مادة بالشر شر ما كان الدنيا ذا بلعدة ذي حورها نروفر الدنان فقرك كقب حدون وخير خير كاسم بلاي وطاقور ما خير بالنبي الله بلايا كان وسؤال ماشي كجرت يعني زهرة الدنيا معلوشا يا باهدا يا عليس كان هذا كبحنا الدنيا لها نوفر يا فتوحات يا غنائم ما شري بلايا خيرك كينية فقال له رسول الله رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الخير أي الحقيقية خيرك ربطاء إن الخير خيرك ربطاء لا يأتي لمي مادو إلا بخير وحان خير هاي خير كربتا وحان خير مدلو شيغ وناكسن وناك بودلا اصل كوناكسن فرع وناكسن باكي ماده ان الخير الحقيقي وخير كربتا خير الاخره لا ياتي محوان كبود فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم ساعه النبره مركو صحابي النبي الله ما خير با شر له ويلي أي نبي آموسي ساعة رواية كالحديث أولي هاي حتى ظننت أنه ينزل عليه إن وحي لغسو الدتي إلى نقاتي ونبي آموسنا إن نبرة أبو سعيد بأورني ثم قال كذب صبنو حويلي كيف قلت سيدبات بل كعلي سؤاشادي قال وحويلي قلت حان يا رسول الله رسولك إله يو أيأتي الخير بالشر ما خير باشر دل وشر لي مادة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخير خير كربت ألا يأتي لمي مادة إلا بخير خير موية لكن أو خير هو زهرة الدنيا ما خير با لذلك الدنيا دي بلعدة دي يوحن لغوكتهم ما خير با تاستالسوها يوي
خير كربت حقيقيا وحان خيرهن مردلو أصل كوناكسا وحان فرع وناكسين مردلو لكن وحان كاقد قي إن لي وان كاقبقا هيا وزهرة الدنيا ما خير با صحابيو لوالس موالس دافسي هاي نبي وحور مركا إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر سداس صبانو يري إن كل أي إن مما ينبت كل ذا سادة وغير مقصود وعموما لو جيدونو أغلب لو جيدو تدمر كل شيء بأمر ربها وكلوه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وكلوه لو مجيدو وحول بو وقوقو أما تقادو صوصار تي ربك صوصار وحبو الدلاء ما معنو إن كل مما ينبت الربيع إن مما ينبت الربيع قوقو وحول علي دوغا أما محوة هاي محان سوغا أما النقارة أما علينا السوب ودا وحاكم إذا ما يقتل وحد لبها امتحو لها الدلاء حبطا دبرو أما بخخ الدلاء أو ما سيلم كل ويئن الدلو أو يقارب القتل نبي حور يعني دوغو روح مكو دوغو هذا وحا صوبحا نقار باصويا بقل باصوبحا قيده با علينا تبحية وحاسوكو تيح أهري سوبدو محان سوال يا ذات جرة وصوه اسكسو يا عايبا وحاسو دن حولو مركي أي كدي مهيان وحا عقارا أفقي مرينيا وحي كتاكايا المتشو مركا هدان لقا قابن ون حولا يقان وسن لتشو ون حولا لعيرين ون لفيتشن ون ميلها قادك لقد ديدين ون ميلها الدقن كتبوين كان لقا إلا وحا كبح لقا إلا وحا مانيا مذكرا نيسا القرآن هو محوده قرصا وحوله إن كعيلان ويكو كبولان للدنيا لقاذني لكن وحبي الله يان تيف النبي وكوه القبصان مثال بوسي صحابه ما دام النبي الله ما خير بشر دلا حاله وح خير المضم وقال ككوره يا ظاهر ككوره أصنع وابي أجرة معك هو قده حوله ضقتان جوجو مكتوب تقال تدعوه النعمة إلهي نحرزه دعوه أذن حوله لما رينين أن لا أقاسمين أن دوغ الله مساواة الله قردين أن ميلها قارك الله إلالين مركو كليدو في الدوء يدلع جادنا أن لا عيرين إلا أصارات ديغانا ويدا ما نيا إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا حبط هو انتفاخ مكون نايف كنتو لابد كليود باي فدان دوغ انتو سكبض إيا علينت إيو تاقسين تسكبض إيو ودلع جادوا حبطا أي انتفاخا وبخخا يا نفك أو يلم أن يقتلوه أما حكوده وإن ادله أما ودلبه أما وصيه إن ادله أو يلم من الهلاك إلا آكلة الخضر حولها عنا علين تعادق أموية علين تعادق وحل لما ضوابق لك للك وحلوك عنا أموية لكن جيتك حلو لا عهيا أي قوصنا يا كمرد ما أنت بغان مثل سنتنا إيقا بكل حاني غالب إلا آكلة الخضر علينا تكو حولها عنم ويه أكل لا يدو ويعن تاهم مد علينا تعنيس حتى إذا امتلأت مركي بحسنته خاسرتها لبذك اليد أي بحسمان علوش بحسن لو جداي استقبلت الشمس قرحة كسي جيدسا حولو أريد قرحة يسود لقاي الله قرحة يسود لقاي قرحة داس فتمين ويكهلي ويحي كعسانانا ودمي حولو مركي ويقنا هولاس هذا يقول فهم ويانا ننكر نقايا الروين وهوش حصمي استقبلت الشمس قرحة كورتي وقرحة سود يساوي مركة سود يتنا مركة ثلاثة ويسالات دقان أو بارد أم ويكاتش يعني الرجين كي علوش بارغو برشد باكا شقين قرحة من وحبالان بيقبان إيسا سعود كحبو طرها هي وإن نفسا نفك مكو وإن نفسا هي ماذا شود لمن لها كاذي ذا يسالة ذا يدريق ذا وسيد دين أيو يكبت بادي ثم انت كدب اشترض ويرامسا أم ويعار نقصا وحاتر آدم اشتركوا على نقص النف كوحوني يسوع عليا ضميره يحبان قل يا يور أن محوها أن على نقص النب باشرة ضميره مع على نقص ذا حولها كلام ويه فعادت وإلا بنا يسمرك أنت على نقص توي صلاة دقة توي كايدو أي نصتو إلا نوحي يسوع وحي عنايم بيربانين سيف عن وشيدا سيف عن بلادنا قصوا على نقص ملا وعمر جكسيو
مسوع علين كرو إنه حنون بكسوع عليهم مطقي وعقينا مويه حول لك أنتي سوع شذار وسيف عن الرقان أو يكشقيان أو بصات كذي بيعلني ويكل الدوين حتى أنت على شو يرد بتي جيده هي وحصل ويسوع علي حولي لي بأبو دقلي فعاد ويلا بني صدق سنتي بيكون لابن فأكل المر لبعض بيعوني فمن يأخذهم أيضا تصارح نبغو كان مرك وحو كاني وحن بلعلي زهرة الدنيا إذن للالك قيب لورد انت أجرة مقالك كرواك خير وان لورد انت أدان لا ترتيب سنين سيدو حولهاس مركي درقان فريسان إياه مركي بهدان نكون نقونا إياه دان صاوح لون مصاوضة إنه لو أقازمي ووضع ما نيسانو فمن يأخذ مالا إنك هنتقات بحقه حقي سكو قاتو ماشي بنانا ذكا قاتا ماشي بنانا نكبحية يبارك له فيه والله بارك مالك أسكا ومن يأخذ مالا إنك هنتقات بغير حقه من الله أنك قاتنا فمثل وسقط ساليس سفدس وحاوي كمثل الذي يأكل ولا يشبع إنك وحونها هي حقنا درقينين مخلوق وحونون درقيننا جهنم الله شاكي مخلوق وحن صوّضها هيون درقينين جهنم باجرت حيوانات كلا دوا حنون حنون كقول عايوي قال هذا أنا مركب باب كاسا يقول قال هي مركب إسكي إلى اليوي نين هذا يدوين تكرر قال هو بس لا أركي ما يزال حول بس وي أنت هذا أكون هذا إيب وحي أنت قال هذا كاسية أنا بس بيجاتها شقدي وين جوجي عمرو غالب كي بقول سنة دان أنت رأيك فلان بساد كان قال يا مركز إني أورني وكسي الدري من زاد الدرهم المعضه ازداد هوى سازوي اذا النبي صلاته سي وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن زيد بن اسلم العدو مولاهم عن عطاء بن يسار الهلالي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صبروا وحولي اخوف ما اخاف عليكم وحن اوعب سبنا وحاوي ما شيء يخرج الله رب وصو صار دون الله كم يدينك ومن زهرة الدنيا الدنيا ذا برع الذي حوله الدنيا ذا قالوا واحدا صحابتي وما زهرة الدنيا الدنيا برع الذي يقرح الذي وبحيث محمد النبي الله يا رسول الله قال نبحر بركات الأرض ورلك بركات كيسي يا غنى امتسي هانتيسي مال كيسي اللي قصوا فصيح الدونا غنى كنوز قيصر وكسر وذهل الدونتان قالوا يا رسول الله هذا مركين يبدئون هل سحب وصنهاين باكم وقت رواية ضمبي وهل يأتي الخير بشر نبي الله ما خير بشر لي ماده قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير أي الخير الحقيقي خير كمجازع الدنيا شر باكي ماده خير باكي ماده لكن متك ربطة وحن وناجن كم يماد إلا بالخير وحن خير هني وناج هاي لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير صدح شرب صوبنك عليي إن كل ما أنبت الربيع ما يقتل أو يلم إن كل ما أنبت الربيع أي إن من با أنبت الربيع جوجو وحدة لي إلا مواسم الربيع يا خريف يا شتاء يا صيف أفر طاح اللي بيك يقول جلال يا حاجة يا قوية دير بدك على تقانان ما أنبت الربيع جوجو وحدة لي بقي لأمد دوجا أمد داقسينا حاكم إذا ما يقتل وحدة الحيوان كدل هذا يسكب ديال أو يلم من الهلاك أما إنه دل سقو كده ويا وإحنا في كقربة كجوية إيه وحق سقي كود شراوي هدي عن لقفير سنين إلا أكلة الخضري على أنت عادي جي أو جذا كت على وحي عنا أمويين فإن تأكل ويعن تامداس حتى إذا امتدت مركي تاجن طيف في الضه خاسرتها لم يذك اليود يدوك كف ذي على أنت استقبلت الشمس قرحة وجهي جي عروش ودكتا يكليها ثم اجترد وي على نقصتها موي رامستها وبالد وانا كايدا وثلاثة وانا صلاتها ثم عاد المركي النفستوها دقاشوتنا داق سنتي بكل لابتا فأكل المر لبات إن هذا المال مرك أصو الدنيا دن زهر دا يدين شيء خضيرة وي عقاران تهي و عقار كالورد ما نهيو كالوي حلوة وانا معان تهي وددكو يشتهين ايان بن آدم سيد حلوة اي مركة وقود ما نهى دوقا ايه نقارك يدقسن تدن لك قبل فمن أخذه حوله الروح قاطة بحقه جد كيس قاطة ووضعه كبحية في حق ميشو منانا كبحية فنعم المعونة هو فنعم المعونة
كالما وناكسن هو مال كاسا كالما وناكس وحلا كاشادو وإله اللي يقول دوادو وآخر اللي يقول شقيستو وكيت رب الله الدكتو ومسكين اللي يقول تاكل أيه دين اللي يقول دفع مال كاو خير بدا نعم المال الصالح للرجل الصالح وكي نبي كل عبد عمرو بن عاص كويدي ومن أخذه منك مال كقاتل بغير حق جدك زمالا أنك قاتل كون بحشا كان وحون نقونا يا كالذي مد بالله مدها نقونا يا تلمانتيزو ياكل وحونا يا ولا يشبع عن درقينين مركا ما وحول البو نفطه يجعشها خير ما مد لورد انتاج ريسكيل عليه وصوبون نبكل يا كل يا اسعابض حدثني علي بن حجر بن ياس السعدي اخبرنا اسماعيل ابراهيم بن علية عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن هلال بن ابي ميمونه علي بن اسامه به عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال وحوري جلس رسول الله رسولك الهي با فريستي صلى الله عليه وسلم نبي قاس فريستي على المنبر منبر كمدينه كفريستي مسجد وجلسنا حوله انا قلنا هريسا فريستي اغار كيس دنعيان كفريستي وانا سيدا مناسب كامرك روح خطبيني اما الله ايو ان لا قابله ولا اكسنه جيس كروح فريم واسقى صوفيريو جيس كاوسوجي سدو حق لا سوجي سدو اسقى ان لو خوما لا ربا روح الله ايو صف بلاغارن دير انتي لسك فريستي ني ولبم افك اس قبله اسك ادي صح ما مرك كلمه صوتو خطبه صوتو على ربا ان خطيب كا نينك الله يلا ودا ايغو لو سوجي سدو وجيغا لا سييو أدو هل كاسفك كذا جرى؟ إسكلا وريج ساس ورد إنده حق بسودة. هاي رأي واحد مش واحد لقدر يستوى إنده هذا هما. هذا الحق اللي لقدر يستوى. هذا الكمش اللي لقدر فهم هو إنده. ده هو كل واحد ما قبته. روح أثير نجى طور يسوع. أي أثير في عن الكسوف فانتا. هذا ده دورينين. ده هو واسك مكرفون. وحول البيس قب قوضة أسي مقلها يا من فهم أيها وروه هل ليس هذا كمان محارت لي سو وبكله هل هاي ودلف ودي ما يهدو كمان دورينين بكله برجع ما شو على قد يستوى عنده هو ما كان عنده جوس يسوى لقى أنا أعطى الله عظم مركز إسكاشنا يا برجع جلسنا حوله سيدا سحابي كل شيء ذا سحابي وراك كاس يقول هاي وأنا قصونا نكون مرة نبي وهدو الله هايو واستقبلنا بوجوهنا استقبلناه بوجوهنا وجلنا سنجر صوبان صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله أجار هريري سمن فريسان فقال نبي وحيري إن مما أخاف عليكم بعدي كذا شيء وحيوان إذن كبق يؤنين هلاقان وحاكم ذا ما يفتح وحل إذن فردون عليكم دش النوم من زهرة الدنيا الدنيا بالإعداد وزنتها قرح لذا فقال رجل النبا وحيري أو يأتي الخير بشر يا رسول الله رسولك لا يوم خير بشر دلو كينه قال وحول السحابي أبو سعيد فسكت رسول الله رسولك الله بأمسي عنه عن الرجل كأمسي صلى الله عليه وسلم فقيل له حلوي لنك ما شأنه قرم حاكو علي والنبي قال سؤال شيء أقول دخرت تكلم رسول الله رسولك الله 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 صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك أنك الله لما هي النبي قال سؤال وذو أنا كأمس وإنك زمر فصمت فصمت عنه رسول الله ساعة إلى أن أسئله شو النبي قال له حيرو وإنك هذا زمري إذن هذا الكيسي بمركز عبي رد بسدين سؤال شو نبي قوي دي نبي قوي وكا عام مصي بحيوه ورد بسدين وحيوه أركين إنا أيسا آذاب في عن أهاي ويقوم سدين مركز صحابي هذا الكيسي ما شانو معاكو يلوي وأما الله أنت ضمحي تايو تكلم رسول الله ولا يكلمك ولا في عناوي قال وحيوري والرؤينا وحانو أركنا ظننا بكذا أنت أنه ينزل عليه النبي القرآن الوسود الجنائي رؤينا وحن لو تسوى رقنا نمرك أمسن يعني إن وحي لوسو دجيني ساسا نلو ملك قليون وقال أني فأفاق النبي قوى أمير سدي يمسح أسوكو سكتر ترى يا الرحضاء ليذك عنه وجهي سكتر ترى يشرك سكتر الرحضاء وليذك الوجه ذا نبي مركو وحي وكد غاية وكيد ليذي جري حتى قبوك دران هدو جرو نبي قوى ليذي وين باكي من جري عليس كي وحي وليا يثقل كيسا فأفاق النبي أمير سدي يمسح سوى اسكتر ترى يعانو حقيسة الروح ضاع ديذك وقال وحون يلي صوبنه إن هذا السائل إن هذا السائل ويديهن سؤال ويديهاني وحون مضيها إلا جوابه
إنذا هذا بمعنى أين هذا السائل بكذا أنت وذا دايري أن هذا السائل نوذا دايري أي هذا السائل نوذا داه فسري زيدون نقطه حوي خبر كواجئ هاي وإن هذا السائل جدير أن يجاب عن له إلا لو جوابه أما جوابه مضيع هاي يعني وهذا البغتان ولين كان بادي وانك أمس مرق غرقه ويل كان مارقته هاي وأتكت جيبا عدو جدا ويلهوج ويل في عن ويل درع ولا سكر وعدو جد سياق لا جفهم هيا هذا لكم ماشوا كيد بلا جفهمي إن هذا حمان خبر كده جيزيو إن هذا وناء خبر كده جيز مركز أساسي صادر سحب حلو سحب حلو وكأنه حمدة وكأنه سبحانه حد مودة حمدة هو النبي يقول ما هذه أبغى إنك سؤاشيس سؤالش النبي يقول أبغى بعد مدرسات إن هذا السائل وأسأله صلى الله عليه وسلم جملة اسمه جاهد وأسأله نوتشي فقال بحور إن وري شاني لا يأتي الخير بالشر خير شر لم يماده خير نشر مرض له لكن خير كأن شر لين وخير كحقيقي خير لموتك لكن خير لموتك خير لموتك شر وعد له وقال في الدنيا وقال أنت حوله بانتي هذا وحك الله عام بكف كذا دخل كانتي ترى بربا نفك وصنا يبو صعف كذا يحاسك كلا طورة هشو انتي لان الله عليه فذاني شلقوتي الشاب كف كذا عوسو كي اللي ماش اللي وبيجي قر كيسة الله ذو كل ما تي نفك الله عوس جريات بالي هذا والله انت هل سوي ماذا كان سياق وكوي ماتا نبو حلو وإن مما ينبت سمار الجملة دنا هذا إن كل ذي تناكو صحيح وإن مما ينبت الربيع وحقو دوك صوصار جوجو يقتل أو يلم يقتل ودلا حيوان كدلا البهيم ودلا أو يلم أمواسق أن ودلا كل وينية إلا أكلة الخضر دوق عادي قام علي انت على كوح فإنها أكلت وعنتي حتى إذا امتلأت مركب حسنت خاسرتها لبدك اليوم أي تاجمان استقبلت عين الشمس قرحت يسودك تا برت قرحت يسودك إذا عين الشمس إيش قرع وما هي قرحت توسق قبل إنسان بلوج جدا فثلاثة مركز السالات دكان وبلد عكاشو ينفسها دو مركز نفك ونفسها هي ثم رتع عدمر لبعض بيت داقي ويسوط داقي ساس يوح لقوة ذه وما كان حيو عشا وقده شو الدنيا ده كدر تيسال ربا ما كان ضبها تنا أو دنت هذا كجارد هذا تسخو ذه وسيدي من دميره قوة ذا من نف كأن وحميزامين وضود لماني وإن هذا المال مال كان سجى خضر وعجارية حلوة معايا والنعمة صاحب المسلم هو والنعمة وحاول أقسم صاحب المسلم مسلم كمال كلا رفيقا وناكسن هو المخصوص بالمدح المال وحد يجرتين هو أي هذا المال مالك روح مسلم كأولي هاي حقي سو كجرت إليه وكعب ذي وأجاسم سيد شرع الله وافسن وكو أجاسم عن مال وقف عن ونعم المال مال صاحب مال مال المسلم كذا جنتاي لمن دول أعطى كبحية وحكسي المسكين منه مسكين كوحكا كسية واليتيم وأقونك وحكسية وابن السبيل وحكسية رواية كلام بخاري لو كنت سديت بقول أفرتني لبو فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل سيدا سوكوري أو أمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس النبي يقول إنك شكي ويحيى إحنا كثير بعض شكي سن لفظ أمرك سيدا سوكوري وإنه مال كان أسقى من يأخذ منك قاتا بغير حق جدك سيسانا كقاتا كان كالذي يأكل ولا يشبع وحون قرية حق التصاليه سيتلمانتيس مدوحونها يون درقين ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ويكون وحون قرية مالك قدك سيأدعو ليس إذباتو ليس إذكو عياريس جدك سيسانا كقاتا مال خلدنا تكبحين ليس يكون المال عليه على الشخص شهيدا منكم مرات كعيون نغنية يوم القيامة مالك آخر مالك حقي زاد بحين وإذا زي كذا كبحين وإن لسكو عذاب هاي وإن صفيتوين النار انت لقد لقوق بوانا قصوم مرة في باب مانع الزكاة
midka xaqiisaad ka garan waydana waa lagu ciqaabay asagana kugu maqraati kacay ilaahay inuu xoolihi noolay oo kugu maqraati kacaan oo ilaahay waa igu tuntay waa igu ciyaaray meel xun buu igu bixiyey faari qabiil buu igu taageeray god buu igu shubay uu ku yidhaahdo waxba kuma aha afkaba lagaa sharootayn farahda gacmaha hadli boodooyinka hadli wax walbaa kugu maqraati dhulka hadlahay kugu maqraati kacay marka xooluhu waa sida wayakuunu lmaalu calayhi shahiidan yowma alqiyaama uu kugu maqraati kacaya wanaag buu kugu maqraati kaa dad nin wanaagsanaada ahayd haddii aad xumaan u isticmaalaysa waa kugu mara kacaya marka maalkiina iska ilaaliy jaajuus idinla jooga weeye meel facdood ku bixin weydaan maqraati ma doonto weeye meeshaad aadayso maraggiisina waa ka tusaalaha marka nabigu wuxuu keenay inuu saxaabiga wax ku fahansiiyo saxaabiga wax ku fahansiiyo oo mithaal maxsuusa oo uu yaqaano oo uu garanayo ayuu nabigu wax ku fahansiiyey wuxuu kaloo fahansiiyo u sheegay khayrku nabigu ka hadlayay uu leeyahay khayr shar lama yimaado waa khayrka xaqiiqiga khayrka mashuubka bisharna sharna waa la yimaadaa khayrna waa la yimaadaa adduunyaduna waa midi laba afley wey waa seef waa laba afley hadaad dan wanaagsan u isticmaasho khayr bay kugu noqon haddaad dhanka xun u isticmaashana shar bay kugu noqon iska ilaali wey maxaa yeelay sunta abeesada yaa marnada wax anfacda waxna disha xawnaa lagu daaweeyaa hingarallaha wada aragtay ama dibqalluuca ama haraanka waxay soomaali barkood yidhaahdaan halkiisi litir waa 800,000 oo dollar wey litirkiisi suntiisa waa la dhaqdaa hadda qolyaha ururaya hingarallahaas masaajidka wax ku weyn baa lagu dhaqaalay in lagu markaasaa sunta laga miiri waa la taaban markaasuu meel dhanka siin sunta buu ku shubi waxaasaa la isku dharqinhayaa si loo dhalqinhayo hal litir baa laga keenaya markuu horeysa u shaajay inuu bilaabeen 800,000 buu litirka ahaa hadda wuxuu marayaa 80,000 litirki oo dollar wey hadda litirkiisi garaamkiisi muuqu noqonaya marka daawa laga sameeyaa dadka lagu daaweeya xanuunna khatara lagaga caafimaado abeesadu ee sunta waabayda dadka laynaysa tiryaaq daawaa ku jirta libaax umarku ku qabtay remigu waa taqaanaan asagay dilayaan kugu daaweynayaan libaax umarku ku qabtay feeraha ku jabiyo buudo ku riiqo oo micidiisu kugu tagto asagii baa la raadin remigu way raad qaadayan way dilayaan calooshisa shashafadiisa xulamadiisa lagu dhayaa ruuxa suntiisi iyo mariidkiisi iyo bacteria fayraska miciis waxa daawaa shashafadiisa iyo isaga dufankiisa warka waa taqaanaan beelata remiga weydiiyey yacnii shayga sharka ah shar maxdi ah waa yaryahayba khamro iyo maysarba waxaa laga yeefihimaa ithmunka waa manaaficu linnaas ee akhaldamira baashan adduunyada intaad jiidataan waa khayr tiraadaa yan kelihudin dilaac saasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam baabu fadli tacafu wa sabr wuxuu baab yahay fadliga ku jira dhowrsiga atacafuf in laga dhowrsado su-aasha bini aadamka wa sabri adduunyada laga sabro gaajada loo gegsaday iyo xubeerta xadana qutaybatu bnu saciidi can maalik bni anas fiima quriya calayhi wuxuu isagu taxdiidiye ma ahe waa xadiika lagu dilo qiraata cala sheekhu xamnishaab zuri can cataa ibn yazid alleythi can abi saciid alkhudri ana naasa min alansaar dad ansaareed ayaa saaluu weydiiyey rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey dhamaa alla wax nasiib ay dhaheen faacataahum nabigaa siiyey uma saaluu mar labaad ba nabiga kusoo noqdeen faacataahum subana waa siiyey xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa cinda wixii nabigu markaa u hayay qaala wuxuu yidhi kaalay ansaarey maa yakun cindii agtayda wixii yaallo min khayrin maal iyo xoolo ah falan addakhirahu cankum idinka kaytan maayo idinka hakaran maayo war wix xooleenahayo ee adduunyaa anuusaan dhihi xaggeen geyn idinkaa iskale waman yastacfif ninkii ka dhowrsada can ilmas'alati waman yastacfif can ilmas'ala su-aasha iyo baryada tuugsi ninkii ka dhowrsada iska ilaaliya yucifahu allahu allah dhowraya ilaahay baa dhowraya ama allah ha dhowro waa duco ninkii su-aasha isagoo baahan su-aasha ka sarigta ka xishooda iska ilaaliya ilaahay ha dhowro ama ilaahay baa dhowraya waman yastaqni can innaas
ومن يستغن منك كدقت بالله يغنيه الله إله بادقية غناه ونحق فسرت أنك إله كدقت ما وإله سديبة وإله تلاصارت ويقين يتوكل الله ما زليمت ومن يستغني بالله أنك إله كدقت ما إله يسكح لنا يغنيه الله ألا دقية ومن يصبر أنك دول قاتو صبروا قصدا قاتو ودب ضنطاي يصبره الله إله بالصبر سينا إله بالبري وبرش وبانطاي وحق صبرت ربي وقصينا ياو وما أعطي أحد آدم الله مسيه من عطاء سيسمية ديق لمسيه خير أي هو خير كخير بضان وأوسع كبلارا أما وأوسع كبلارا من الصبر خيرا بي بعض النسق رايان وأوسع أولا قرره لكن هذا خير بايد ديق مركب متدين بدو قدر إسان وما أعطي أحد آدم الله مسيه من عطاء هو خير عطاه هو سوى خير كخير بدن وأوسع كبلارا من الصبر صبرك صبرك وحصبر كوي أو كقيمة بدن أو كخير بدن على الوصية مجر جبنده وصبر سيسو جبنده وصبر وجكسي وأتكيسي وطلقات وإسنبت حوا إسنبته جيس ما لبوا شيء بصبر ديق سنده وصبر ديق سنده لبوا شيء وأنا أروح يركع كصبرته والنفط هذا عريسوت ديبته وأنا النفط هذا قرده وحاصلا صبر بيدين تقدر ورئيس وحول بصبر بو باية ساس النبي كويل وما أعطي أحد من عطاء هو خير وأوسع من الصبر حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد بكتب نحوه نحو الحديث السابق يعني معمر با متابعين هي أجيدا مالك بن أنس عن الزهري وعن قجر حديثك فضيلة العفة إن لقد أرسل المسألة وآدمها لقد يقتوم فضيلة كجر قيمه إلهي إن لسكحره إلهي لقد يقتوم لا الصبر والله أتكيسته قيمة هي ونقع إليه ضي آخرية الدنب باب في الكفاف والقناعة حبابها في الكفاف وحير لقد صبره كفاف كوا وحا أتكون نولانيس ما يقوت الإنسان وحلقوا عيد قاله إلى الدنيا تقدر يطود مال لقد آن أهي بني آدنا أتكاقر دور صنات أدونا أتكون نولاته وحبضونا وبضنا آن أهي كفاف عشاء وقدا لسكيل هذا ما يكفيك عن المسألة من غير غنوي ما يكفيك عن المسألة سؤال وحكات ديقة يطوكس يبريو إن بني آدم بهذا أشكة تكات ديقة كفاف كله جيدا وحبضنا أنا هاي يوال قناعة ينقر السمدة خير ككتيرة حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد بلي هذا عن سعيد بن أيوب الخزاعي حدثني شرحبيل وابن شريك شرحبيل من إن أدقات يكبق يا عامن شرحيل عامن شرحيل بن سعد أدقات أم شرحبيل بن حسن السحابي قال ذلك الله سبحانه مركو شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عم عاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري قد أفلح والي باني من أسلم الروحي الله يسودي به قان سمي قد أفلح وحالي باني أقول من أسلم نك إسلام الدين كإسلام كصوغة الله يسودي به ورزق لقول رزقه بالله قد كفافا وحسا وكفلا كفافا وحسا وكفلا كابطنا وقنعه لا إله وكقنعيي بما آتاه حسين إيمان سدي قلوا حاجة لموقت وحير لسيون إيمانك كتقاي أنقف المعانا إنا قبن هيا ويرون طيبة إلا درتيو وعديدكو أن إلهي أدومي سساق قرن لي مصلحة ضوضة مدبا هدي حراه لغير قالوا بقى مدبا هدي حراه لغير الدين كبكبه رحمة من الله كاسو كالو حلالي لأنه حوال السيال غيابا ضعف يسور ربي أوجي هاي توكل حمديسة قناعة حمديسة إيمان حمديسة ربي أوجي مرق حولا لوع العلة هي الغصة بهاي لما عرضت مك عايدا معلزة وعلى الله طورة كان مرق أنت الدين كبح لها بل هو ربك إذا ماذا أدونك هالله قرهن هذا أدون ربي واجع له إيمان كذا يقين تسوق أوجي هاي وحولا ولا جاء إلى لمبا وكان النبي أورنجري إلى أدونك واجع لي هاي الدنيا ذوك إلى ليا سيدا إذنك ذوك إلى لسان روح حنونسا وحيابه إيديو
مريض كي روح عنون زمان حدس كده كم هذا وقصوك على إسكي إلالي علاش يوالوش ما كان ودبوك كنا بقول علي حنون قصوك عيدا معي إنه تمر رضى بقول عنا بقول جوج طابني إنك الناقهم هذا تسود وتستي رضى بكون علاش وبحية حنون واكينا يوا عرضني كيف جو نبي حول أضونك إلهي وتشعلي هاي ولج إلهي الدو يدو ربك إلاليا سيدا دينك أوقع إلى لسان مريض كي يبكان كينا وحد يبي من مرك فقر أو دنعة وهدي هدي الله سيو وبطرامي با وبكبري كلا إن الإنسان لا يطغى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء مدحوا إن الله قرام قراعه أو سنتر الله قد يقول إيش الله قد تسا ودنعة مد وحاودان اللي جابه توشيبا وإله بادومي سيقان من أنتو بدو الله فراديك عليه فرعون بو نقول هيا أدومها الله يقان مصلحه الله سيد ربك هو قرطي إيمان سوء الحمد لله دي وقانعه الله بما آتاه دد الدنيا وحي ربك هو يريو دنت هذا وي الله يقان دنت هذا وحكوب بضيو إذا كفنا بنا الله قرنا يا دنت هذا أدو وحاذا كيني كرتمجرو إذا النبي يقول قد أفلح من أسلم اللي واحد دونك لو تشوفوا أن الإسلام تايل هي عابدانه ورزق كفافا صهيرا للسيي صهيد يريدنا لغو قنعي وصدق قضب إلهي إنه مسلم كاردوغو واحد يروى الدنيا عرب نقود بن آدم هكا في طنان قصيو وحاير كان ربي قطصه ولويني سيته الحمد لله عندي حديقة كبيرة نينك يقول لك لا تكشك يوي أنت واحد لاقى وبيرة يوقف أنا هي إنكنا لواطن إكرات الغزو حبك كيري بيس شن بقول إكرات الغزو حبك كيري بيس معانا إن جبني الله كي هي هذه أو هي دي سما فلك بنو قيلنا إن نواد بلاد حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بل مجعيس وذكرنيس قالوا وحدة جماعة ذاس أبو بكر يا عمر إيوه أبو سعيد حدنا وكيع حدنا أعمش سليمان وحدثني الزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي فضيل بن فضيل بن مرزوق عفوا الضبي كلاهما أعمش إيه فضيل عن عمارة بن القعقاع الضبي عن أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل إله كيل رزق آل محمد محمد آل كيس الله كيل قوتا عشا وقدر قوتا ما يسد الرمق وحنفتك عليوي نفك عشي أي قوتك اللوغة جيدا نبقى كدو عيسانة رواية البخاري وحي أهيد اللهم ارزق آل محمد قوتا اللهم ارزق آل محمد قوتا حفاظه وحيدة هذه أهل حديثك لفظك مسلم باصحا محايا إلي اللهم ارزق آل محمد قوتا وحن نغنكرا قدم مالين بن نغنكرا إن قوت معين النبي وكاه لي الله أولي كرا اللهم مرزق مرزق آل محمد قوتا لكن اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وجل ملح بنان هذا الطمع يسترن واحتمال كلا يلي كرن دعك وعب مرك عابدك عوري وهذا هو المعتمد لفظة مسلمة معتمدة عند أهل العلم بخاري رواية بالمعنى باكبضا عنا يدس ألفاظنا مبضنو أسانيد آل وغشقية إيوه تقطيع خبر كي فوائد فقهها ولا صور عنادي ستة أما مسلم يؤدي هو حتى ضاف ما يهو نون حتى وداس قدر ما هي قال فعل كده كل دو ولم يذكر ابن عباس قال بس كده يسوي نجع على سبب رأي مركز أساسي يجعل محفظ أسانيد البخاري بقى لجعله إيه ألفاظ مسلم ما كررت مركز حديث كنا أطر صحيحين ك سندها أن البخاري عسكو لفظه أن مسلم مركزاسه مسلم كقف في عيا شيخيس اللهم اجعل الله وكي رزق آل محمد آل محمد إي آل كيس بيل كودة نولش هذا وحي كنا والله يان قوتا عشا وقد كدك وحنفت إن كعليو وزن كبرين حول بضا الله واسين نوي في سحابه النبي الله وانكو شعر ما جعجها موبتا حاودي أرسطا هي فقري وحاودي أرسطا قبطل جاكت بر أصوحرو
هذا حديث الدراء ان من نوع عجيان لبملا اذا وحاوي اسغا با كو دعيسنيا صوبنه مسكين ونبي كو دعيستي هاوشا مركا اسغا يقانا الدنيا هدي بدني اي وح كو تريسو نبي كو دعيسن لها. باب اعطاء من سال بفحش وغلظه حبابي هاي حتى انكم هادو سي خلدان اما قلبسن وح كو ويديست وحنا اديس ان لا اسكسي والله دي هرت صومر طريقي اذا بتيت صومر الى اذا بيلط كوبيا كوسين ماي ولا غف عين دو وحسين مركا واني. باب اعطاء من سال حباب ياسين تاين وحلا سيي وناكسن تاين من سال انك وح كو ودي بفحش سفولحن انقر يا وغله قلف سنان. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ابو بكر والكيوي وزهير بن حرب بن ابو خيثمه النسائي واسحاق بن ابراهيم الحنظلي سعد راوي صاحب المسند قال اسحاق اخبرنا ما بيد وحكى ونقص مري لا يروي اسحاق الا باخبرنا عن شيوخي سعد راوي هذو الشيخ وحكى ونقص اخبرنا باستعمال هذا. حدثنا ضاره اسحاق وله راوي خلد وبالمعنى كوري راوي اسحاق وحكى قاضنيا ايا بالمعنى كورنية عند الأهل الحديث وحام معروفة عادة إسحام راهوية أنه لا يقول إلا أخبرنا وأخبرني الكم بالتاقية. وقال سحور أخبرنا وقال آخر حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان بن مهران عن أبي وائل الشقيق بن سلمة الأسد عن سلمان بن ربيعة بن يزيد التميمي سلمان الخيل بل ينفرتات ونقوها يأذقين بضن وتابعي كبيرة ودبل وبسحابي جلبة كوفة قادق أهري عمر أمك عابيبوه كوفة مقالي الأورنجري عراق قادق أهري الله أمك عابيبوه سيدنا عمر بام مقع عابي محكمات بار الله فري أفرتن مال موت مكوفة ديهي وحسو دعوه ويبس كاكع عمرنا وراقه قرى حر عمر أدونك ناد عدل كب حسي وأدونك نما نوات كدك تي ميلان اللي قبنا إنه المحكمات اللي إيمان بدي درتباني أفرتن وابرمكم محكمات دي فردي وحسو دعوه دعوه يهوليس فرديس كغلبت مركا قادقو هري لو مغعب كوفو يسع نيكان سلمان ربيعه بن زيد عدلو ادي دين الاسلام كو لو دقمو ديب ما جيرهايو وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدغ ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم مقاد كبرتين اي اله سودا اي فتن كين بلايين قلقلتوين دينك ولو دقم وناك با لا هلا ولو نبت غالا ولو هرمرا ددي دنيا لو بركوبا دينتو كو دقن كيدو نعم نحرس بي كينتا كي نبي غورن جري هل حدو الهي لو اوفيو ايا كا خير بدن الدنيا دو غا خير بدن عالم كو دن افرتن وا بي روبان كلا قادين. لكن مركي فطرادو فسهادو اود غالودو ادو كركا كا اسلانا اد هوستا نفاق كو بوخيو سيدو قريش بدو هلي وقالوا إن نتبع الهدى معك هي معده نتخطف من أرضنا إلى محوري نقول لك الرماية أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. إذن هو قالوا مشركين يا بني ذن دفاعي وأبرهة شبيي وقال إذن كدفاعي إذن كدرا حق عداودة إذن كان الدين في عن والنصارى هي يا بن حرم كان كدفاعي والنبط يرساق دينتي مرك الدين كقلاطان وذاني الرميسان والتوحيد لا تمادان بان لدين كدرايا سيلو لقر نسو ما ركدي مقر كعلوس بدا ركت وراضو مشرك يا يعني بيت كي يقو إلى شدون كدفاعي ونأمن كسيي ما وحي كان صوت ري الرسول كي رسالة التوحيد كانوا أن ربي مرك قاطو ميا لقا قدري مسوى لقا قدري وركا وركا هذا يدك أمسين وقالوا إن نتبع الهدى معك شرع الهدام طبقنا هي وحصو فكنايا كروس ميسالس وصو فك كروس ميسالس مراكن حوشي حوثي بابا يمن كصوري دا يا باشا هادي حوثي دا سكرات كاي رافد كاي عشري كا يا مراك هادا عير سري ايا اذا وحد هلكا 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 ديكو فساد ويكون دمات سيدي قريش ما فكري قريش سيدي فكري جرتي في الجاهليه وشركي dadku u fikra maanta aad bay u badan yihiin masaajidka inay fadhiyaan baa laga yaabaa rag inay dhaha kuskuusan dhowr inaad ku jirtaan baa laga yaabaa iska ilaahay hawshaas caqiida quraashiyad iska ilaaliya qeyta mushrikiin
عن سلمة بن ربيعة التميمي قال وحور التابعي قاس أما الصحابي على خلاف فيه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم رسول الله رسول كليبه وحو قيبيي قسما حلو قيبيي حول نبي الله كان يبو قيب شيء فقلت وعاني يا رسول الله رسول كليبه يو لغير هؤلاء كون أتكت بعد الحولها سيسكواء كأهين أيا كان حقا مدمضا به مالك منهم أكون أتسك مدر عمر توفر يكون نبي قصي حرزي ونبي الله قوان آتي زي حوله لا دقاقي قوة كمدن باتشرة أو لغير هؤلاء قوان آتي سكوان كأهي أيا كان حقا كمدن به بالمال منهم أيا قال نبي حوري صلى الله عليه وسلم إنهم قوان حوله أن كنت بعي إلا قمضنا حولها خيرون وحيد دور قلية أن يسألوني إني يقوى ديستان بالفحش حمان أو يبخلوني أما أي بخيل وحكمان فلست بباخل مصلحة النبي أشيب ليها حولها وعلى قمنا مركو أرتو سنتهاي حاجدها ديسا قرون سنين حولها مساكين كم وضن باب يا ربنا لكن سؤال شيء يقب ضيين ويقول الحاحية هذا محدي إذانا نبي يقول بخيل سنة بأرنيا هذا نقب بخيل نبي يقول تهمان ويقالوا بي إلا بخل واسفة دميمة وأي داء أدوى أو أدوى من البخل عذر بخيل لما كحن مجره أنبيض ومنزهون عن ذلك النقائص ورنب إله كالنزهي مرك النبي قول لقدتم حمان محاكدشة منافق نمية قال لما كسبود أنت حمان لقدتم إلها إيه سق اللفسا أنقر حسنين أنهبون به ويديستين واسين يا ابنه إنهم خيروني وهي دور قليل أما يقول قصبين بين أن يسألوني إلى يقول ديستان بالفحش سان قروح سان سيف فولحنو قلف سنو ليدتا أو يبخلوني إن منعته أما إن يبخل لما يقول حكومة هذا وحديد فلست بباخلين مرك ما معي وإعطاء غير غير المستحق وحلسيه وإيه لمصلحة أعظم من ذلك فلست بباخلين كونوا كلوا كونوا بيقولون ترى الله بركين ماي الله بركين أي محي لا يوين قاتان حرام بيكوتاي نبيقولوا بحيرنا وابننا تاي لأنه قاف خلطان بيكوقاتن بغير حقيقة بيكوقات الحاح يقلف سنان يو جدا هبوان بين نبي وحقوه دي حدثني عمرو الناقد وحدنا إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى الكوفي العنزي قال وحول وذاتك سمعت مالكا حا وحدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي واللفظ له فارضي الشافعي وشيخ مسلم أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أدرك وحكورني حقه يا إلى إسحاق وحار لعبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة يا أنس نواسوي ومسلم وغدش قال وحور أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت أمشي مع رسول الله وحانا من لصع وصوبنا للغين يي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني وعليه رداء نبي قدش وحاصر رداء قو نجراني مقالة نجران لغا كياني النجران ومقالة يمانيت لكن سعودي وقدا بحكو قاطور نحي وقتي كتب التواريخ والبلدان والأماكن والمعاجم نجران وبلدة يمانية هذا أنا يا عيسته طيب يربى يمن حقي الجردي انت قال حقيات غليد الحاشيه درفتي سويادقته جو النبي و هو وتي فيدا يا حريرته اي قلفسنته ادقته فادركوا اعرابين رمي النبي سو غاري فجبده النبي دفتي او جيداي بريداي او قورته كو قبي او جيداي جبده دفشو شديده درن وبان رمي حولار قمية دي مير هيا نظرت وحان أجيب وأنا سيري إلى صفحة عنق رسول الله نال محمد لو كنت سيد بابا عيدبان أجيب بابا عيبان سأفيري وقد أثر إيضا إرهادي سي بها حاشية الرداء أثرت وحار هادي سي أو سامي سي أو دلاعي سي بها صفحة دي حاشية الرداء في دي يضرفتي قوة معاك يعني إنه قوك دلعيه كتشوحه من شدة جبذته
dhufashada ugu dhufshay daraansheeda si xoog nabiga ugu dhuftay fiid marka darafti ayaa jeexda nabiga thumma qala uriya muhammad gacan qaadiya hadal busku daraaya ya rasuulallahi mala ya muhammad muhammadu mur li amar buri min maali illahi alladhi indak maalki ilaahay agtaada yaalla wax iga amar amar bixi ha la isiiyo dagaal buu wuxuu rabaa inuu ku qaadiyo xoog haddii nabigu yidhaahdo saxaabada qabtaan la arki maayo nabigu iga qabo bilaab iyo calaacal laakiin bini aadam hunguuri qaadaade waa dhib badan yahay faltafata ilayhi rasuulullah rasuulka ilaahay baa saa u eegay milicsaday jalleecay wadaadka reer miyiga fadaxka nabigu waa qoslay idinku mayda qosashee ninka haddaad in tuuro ugu shubin gacan dhubaxo kulul baa ku dhicin lahayd oo la gagabo dhulkun baa laga soo qaadi lahaa kadibna qabto idab u yeelad ihlaahdeen qabto idab u yeela askarta ciidanka socda maalmo hortaa ku jiro kadib ha la ii keeno ninkiina xoogu awood isbedaa agtiisa saxar lagama jebin karo daksi agsaar lama duulin karo nabiga intii saa loo galay yuu qosi lahaa yaa suubar sal inaka lacalaa khuluqin cadiim ثم أمر له أمر بعطاء حسسم الحولها الله سي تو النبي يقول قصلي يحول وحلا ضد قال الله بدي يدي لما أون الدنيا وبرسية سي أنت أيضا إذن باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة لا بد حديث بوك عدي نزوما حديث كعور عمر إيو متك أنس بوك عدي خلق إلهي أقلي النبي عليه الصلاة والسلام يدلقات كسبه كتوسايا يوحى الله ياب تضرك من إن لقصلي كر ده والله ياب asoo nabiga dilin oo nucaws ku jiidin iyo go ku dilin u ceejinin oo dhiga nabiga allo waa baahanahay xoolaha wax igaas ay amar dadkaadi wax siinaysa igu dar si tartiib ah awad ku simay mahay waxaan ku simaynin kalsoonidiisa iyo qanaacadiisa baan ku simayn حدثنا زيد بن حرب حدثنا عبد السمع بن الوارث حدثنا همام يعني ابن همام بن يحيى العودي وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم الحنفي عن حدثنا عكرمة بن عمار العجل الحنفي وحدثني سالم بن شبيب المسمعي حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن مقعس الله هذا هو مشهور بكنيته هل قاطعه عبد القدوس بن الحجاج الخولاني حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الشامي امام اهل السنه والجماعه واهل السيره والمغازي كلهم ضمانت ولا داس همام يا عكرمه يا كلاو دنبيي ابو المغيره ابو المغيره وعكر بن عمار يهمام كسو الريي هي وذات كلي ابو المغيره عفوا اوزاعي عنده اوزاعي بن ربا اوزاعي كلهم عن اسحاق ابن عبد الله بن طلحه الانصاري عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث حديث كاسكت صمرتين يوريه وفي حديث عكرمه بن عمار العدل وحاكوجرا من ازياتي ديرات وحاكوجرا قال وحوري انس ثم جبده اليه جبذه dhufasho nabiga xaggii usoo dhuftay kuma jiidina asagaa usoo dhuftay waa ta u daran ma ogta marada insaa lagugu dhuftaa rood in ruuxu kusoo dhufto xaggiisa kusoo dhufto waa geeri wey waa dhimasho waa naxariis darro wey waa soo anta tuqaysa ruux bay kusoo dhacaysaa uma jabadahu nabigu wuu dhuftay ilay xaggiisa jabdatu dhufasho rajaca nabiyu llaahi nabiga ilaahay uu laabtay oo uu ku dhacay fii naxri alacraabiyi ninki reemiga dhuntiisba nabigu kusoo dhacay nabigu saa usoo dhuftay ilaa uu nabigu ninkii soo galay meesha hadda idinku dagaal unbaa dhici lahaa mooyeeni qosal iyo waxa la siiyey maba imaateenba wafii xadiii hamaam xadiika hamaam bn yaxya waxaa ku jiroon ku jiray midka cikrime fajaadabahu nabigu soo jeeday xataa shaqa lburdu ilaa gui kala go-ayba nabigu soo jeeda soo dhuftay ilaa macawisti ama gui uu kala go-ay وحتى بقيت إلى أي هدي حاشية قوية في دي سي درفتي سي في عنق رسول الله قوية بأن تود الله عي بوليلا في درفت أبا قوها النبي قل قلت سي انت قالك عن تمي نكرمي مي قابل راعي ورنو فشد حق يدا يسيب أدكتا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن المسور بن مخرمة الزهري أنه قال وحوري قسم رسول الله رسولك وحوق قيبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبية كبوديو قيبي كبوديو أقبية وجمع قباء قباء هنا وشبط ريميغا حرين تري وشبط لورين تري
وقميص هاف ودخل دوبان غعميسنا اي عيديديين حق دنبنا فنتح كله والله اي خلين جيرين عربتو خلقه سفرد يا دغالدا يلبس للحرب والسفر كان هذا قبطان لو ما دغالمي كرو لو ما لوين كرو فرسنا لو ما فولي كرو وذا الرجال هاي هذا ما له كده ما أنا قرنا الرئيسيس كان جري يمرق قميص سومر دي جري قميص كلا الله يما عمتك هذا قبطان وامعي وباكستاني كا كان باكستاني كا يسحب دحين جري بورن جري وما جري عنري بحور هاد يسحب من جهة هذا وتقال الله فرضها كوب بود أول الله يعني كنا وبكتبه واب كفي وركم حد قريدي وركم ما بقول بكتير برا ما ورد خير أنا لقيت دعالة بقول دكتي بيلات سيد الجبر جدًا وباو سرق صنبا سرق 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 ما دقاق كرت إن هذا حيدة تو هي وحدة وتقعد وبدأي إن هذا كفتوا وحدة هي متجر قباق هذا إسبان وقبض لقى الشدو رحنا روان قاميسون عديديهين حاجة ضمنا كتشي حنا فنتح كله سون كو قوانين هذا دو فانتين بيلا تو شايدا وقميص هافة قميص هافوي وحاجة ضمنا كتشي حنا باكستان يا بسكني قيبه مركبت كاوي قسم الرسول رسول كله وحوق قيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أقبية كبوديو قيبي أما قميص يربو قيبي ولم يعطي موسى سين مخرمة شيء وحموسا سين حلق عبنا قال تقنا وما كون نبغو حقيبين يو لكن ودي قدونا مركا موسى دين كان مخرمة عسكالي مخرمة ودقيد قرشد وويناوي واني ربني الزهراء ويلا دقال كيف فتح مكة كو إسلامي تأخر إسلامه حوها أنصاب تعربت خاصة قريش نك رجوا يقانوها ولوجوا إيمان جري كباش الله فر لا تحر راعي لا حذ راعي أبترك ولوجوا إيمان جري وحقول عالم كوها لو قدم بي أنصبة الحرم حرم كواد واتكار تاني حرم كواد قشي حلق بعد توك تبت كل يدينا نحل أبوه إبراهيم كسو قارن ويا إسماعيل ويا قانين حرم كوحولها حدود بولها رحيا كتجنان شري تيرر يو مش حرم كو كل ما هذا حلق على جقله مكهرن وحكور السنة الأرك إن سو آدم هل كيلو هل كيلو متر بحو كتجنا جد بكتجن نجح بكتجنان شري رجل الدقيقة مركا يدو أيها أسبوني سنجري رجل مركا آدو يقاني حدود حرمك يحلق ما شكوك لبحان بوأها مخرمة من نوفل الزهري بقول إشان يتمنصن وكل انتي بقول إشان يتمنصن وكل انتي مخرمة وعمري كنت أفرت يجرد أيو قيري صحابي ولم يعطي من نبي موسى شين شيئا كبود يا قميص موسى سين المخرمة مركا أيضا موسى أمك عامل حلو وحقيبين يو وحلاوة جدا قدر بكو كانت النبي وحسين دوني فقال مخرمة وحول نوفل أزور وحولي يا بني ويل كيجيو مسور وي بقول الله يقول كيس وتابع صحابي يرى انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا كان والنبي حق سينه كان بقول أنا أدني فانطلقت معه وأنا راعي أباي قال وحولي أباي ادخل وقال النبي يقولك يوسف فتحه اللي يقويا النبي قد دويل يربون نقونا يا مخرمة لجو مخرمة وايل أضيوي قالوا يقويا قالوا يحوري مسور فدعوت النبي قالوا يا النبي الله أبايا بنا كوتاك فدعوت له وانا أقويا فخرج إليه النبي قال أصبحي رواية ذلك العضين دون تيمركو وذهل لا يويل كي أبيه ينبغ هذا الكيسين مغرب ونا قرطي النبي قال أصبحي بك مسورة سعودة النبي قال يدي يا نبي قال صباح يبقى إسكوري ما يسور راعي بنا قال سو يستعب فخرج إليه رسول الله بقى صباح وعليه قباء نبي قال سوقه كبوت كبا قباء أما قعنت كسيدة أما طنك بصو صار وعليه صدش أوي قباء بستاء أما قميص أو منها من الأقبية كمدة هو أيدي بخاري فخرج ومعه قباء أو قباء وهو يريه محاسنه وصبح النبي واقف كان نقول دقي بل فيري ميم كان فعين وفيري فتلقاه به واستقبله بأزراره ولبكل قلوسيس النبي تصوب سوق الحسين بل قلوسيس الحسين ما بالك طلع
أرق بالبال كان قول لي حيوه السحابي كان مخرماء نية طبع قلب سنبوها ما كان لحش على اعتمادنا ما لحدث كتبية مركب ويل كاير كوها إذا رسول كا بالمان تحوله قيب وحكا دقي أوقات بوسوك عيب ودارسين يا نبي مركب قرنها يا إلما رويز تقارنا وكله ريمت إيك بحن قول لي وليه صبر صلى الله عليه وسلم فقال نبي وحوري خبأت هذا لك كان أظنك قريي مخرمه ابن نوفل ابن وهيب ابن عبد مناف ابن الزهرة ابن الزروي كان أظنك قريي نبي قال أدير بيقول أدني كرمك الله قفيري أبتر أهان وأنا كوني يا داد وقوني قال وحوري رواية حدك ولي خبأت هذا لك يا أبا المسور يا أبا المسور إذا النبي قال حرمين يا كن يدي سعادك في السير والأنساب وأبو صفوان بالإجابة وويليش صفوان بأقوينا لكن هذا ما دام ويلك سيرائي مصر الله سعوده وين لا يدهده أضو أبو فلان لقوا يدهده يا متى ويلك ربا كل سعوده إن أنكو حرمين وان ربا وحنديه كرا يا أبا عبد الرحمن عبد الرحمن هو نينك الصدح هذا عروسه أيرا نينك وينا ومقيا خبأت هذا لك أدام كوقري يا أبا المسور بنبوه وكنيت المحرفة معي وأبو صفوان وتلطف بنبوه سمعني رواية حدك عليه وكان في خلقي شدة وكان في خلقي مخرمة شدة حيوه وضبع أتكاء قال وحور السحابي فنظر إليه وافيري كبوتك أما أما قميصك هافك أما جاكتك لورد غي مخرمة وقعي فقال نبي حويل رضي مخرمة ولي مخرمة واقن عي رضي مخرمة رضي مخرمة حافظ حلو حادعي كرتا إن أضغي يهيبا أضغي هالله هاي مركو في روحوري ولي واقن عي الدانا كان إيدي لهينا نبي الله ما أنت وحنا كلا قبل لها مجر عبدك احتمالك وادعي كرتابه يا هذا دمبلا أما النبي هيدا هذا أما وذاتك هيدا هذا واقن عي مخرمة ظاهر كل هذا نجنا نمر وحوي هذا الكوحة إسكال صوبنا صلى الله عليه وسلم إيه قضاء كود جاي فنظر إليه فقال رضي مخرمة مخرمة في ري كبوتك نبي قال مركو في مكو في ري وكوقن عي وحيري واقن عي صوما واقن عي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني باب كان إيوه حديث كان مسور مخرمة حاسك خسي حسك خسي ها قاب كور هذين هيو أصدق قسم دي سي مخرم محا كجرة غيل دا كجرة هل كاسو كربا إمامك أرد يقول يا نبي إيسو صار أو حيقي كبوت كيقا أو حيقي لقي محايقا قذيي وهو لقوا راكسية والنبي آن قبنين لكن بلاك هاي نوتشو الله سبحانه وتعالى أعلم نبي قوها الدينين دبع غلبسان إنين هنقوري صنبا إنتو واسكوبة دي عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح السعدي حدثنا أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني أيوب بن كيسان بن أسكيد هذا دم له عن عبد الله بن أبي مليكة واسمه عبد الله بن عبيد الله بن الزهير عن المسور بن مخرمة حديث كان نسكوية هاي مسور إنه السحابية رقا كدو ذي صحبة مسور وبابئنية عن المسور المخرمة قال وحول السحابي وقدمت على النبي نبي حاوس وقش وأتمت صلى الله عليه وسلم أغبية كبوديو أما شاكتينو أما كورت أما قميص هاف وفربضا هدية يا هيت رواية كلا عضيسي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أغبية من ديباج مزررة بالذهب أباش أول سهل المعه وحوادة مخرمة أدقى الله مي وكورر أما قميصيو حرير حرير بلغ سمي قال وسيه دينا وامحي وبالذهب كفارتي يقول لي قال هذا النبي سيين نبي أوكياني سو هدي فقسمها في ناس فقسمها في ناس من أصحابه مركا باش بقى القرع سوا مركا نينك الرقا ولا سينكرا الذهب ولا سينكرا حرير وسنحلين ما هي محيا لو قضانايا أما عدة أبنانيت أو دمر كابو سينيا نبي هنا ما قبينا قعنت إنه قصو قاضي بحافظ كل رجحها أما قربه صو صار تي أو صو أتصو
ميشا هوري أه نبي أوصو بحي فخرج إليه وعليه قباء منها أيو حلية هاي حافظك إنو نبي قبل لك قادان مهاي وعليه إنو قبل شرط ما هي قو آذون حيرانين قميص كان أنك شنبا صوصاران كرتا دكت يطنك صوصاري كرتا أما قعام بقصو قاضي كرتا وأنا صح سياقنا تصي محيا لي حلقا هدا وحل دنبي وبعد إسلام مخرمة مخرمة وحلو إسلامي سنة سديدات مركا كقال طبنادي سقالادوي حلقوا هدايات كبدا النبي الله كياني قالوا لنا عبسطيوي إلى مصر لقصوا الدري العراق لقصوا الدري الشام لقصوا الدري حلقا أنا والله حرم الذهب إيوه حرير بعلى الذكور والله حرم رقا والله حرم فقال لي أبي أبي وحيوي لمخرماءها انطلق بنا إليه نبي إنوك أنا أوتقنه عسى أن يعطينا أن يعطينا منها شيء وحلقا يبن وحنا قاسيه قال وحوري فقام أبي على الباب أبي على الباب كي يستاقل فتكلم الله الله فعرف النبي صوته رواية هو رمك تنا كعفة نبي قعد كي سكر تي بخاري زوج دوا باب قالوا أصلا في قياد بكل جراي حديث كي حديث بنبند سوق يعني يحب بابا يستي إن روح فرتي سل عسكان كره أصلا لا أرق وروح عد كيسة مخاتل لقد ينك أصلا لا أرق بدليل هي نبي قعد قرتي مخرمة يويل كيس عد كود وأنا أصلا بحاسق وأنا أرق حديث نوع عصوص تبغى تجيب حديث كمدي بخاري طيب فتكلم أباه بها الله يقول فعرف النبي نبي قرواق سلام قرتي صلى الله عليه وسلم صوت روقيس فخرج وابح ومعه قباء أسوه بسطوة أما قميص أما قوت أما قباد وهو يريه أسوه تصي أباه نبي تصي محاسن وناقسي قروح ذا قوت أما قميص هو يقول أسوه ولب النبي صوبح خبأت لك خبأت هذا لك كان أنكو قري خبأت هذا لك كان أنكو أسطرون مال كود قوي كم موقي وكود قوي كم يقول لبين واحد واقع محاجرة واقع تدقن واقع عي راضية مخرب وكي النبي سوي لا موضي قبول واقع عي ما وضع هذه اللي عشان مسوق إزاني مسيه باقم قدرة هالحديث مياه خير هل كباب أن كدر باب إعطاء من يخاف على إيمانه باب كبير لم يهيو هدي اللي يروح سقى لفسه وحكوه ويديست أما مر نحن يجد حن صوب صومر إيوح الله سيوه يبنانتا ولغو يبنمو وحاكو جرته قف مسلم أو تكبق قيسو إنو دينك بكبح أما دينك بكع عصب أما الله صوده ما يوح الله سيوه سيدا كو هذا صوى إسلامه وقال إن الله رضونا هذا أي في عنته دينك نكون عجنت باب إعطاء من يخاف على إيمانه إن وحلا سيو قفك إيمانك سيونو رابع قال لقبق أيوه أما الدين كونو قبع لقبق أيوه بخارة سوى حديث كم حبوب باب يستي وقبل الله باب لا إله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل بخارة حور إسلامكم مربو لغجي هذا استسلامكم لغوغها مرة إسلام حقيقة لغجي هذا بخاري جماعة وحكم أهل الحديث هو أنك لقادنها الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان وشيء واحد إلى هذا سجى بخاري أكمده أبو عبد الله المديني بأكمده أبو الحسن عفوا علي عبد الله المديني بأكمده من نصر المروزي جماعة بأكمده من عبد البر طحاوي إلى آخره رقب ضنبا ما شاء مري حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو من إبراهيم بن سعد الزهري حدثنا أبي إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح ابن كيسان اليشكري عن ابن شهاب الزهري ومن باب رواية الأكابر عن الأصاغر لأنه صالح ابن كيسان با كوي زهري صالح ابن كيسان اليشكري أي كوي زهري صالح ابن كيسان ابن عمر بن سوق قاري أو حكم مقلي كري أو لكل مكري ميش الزهري أسأل لكل مكري وحنا كم مقلي كري أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص سعد أها أنه قال وحول أعطى رسول الله رسول كلايب وحوسي صلى الله عليه وآله وسلم رهطا كوح رحن راضي وصدح إلى طبن صدح إلى طبن روح أي راضي قال لي هذا وأنا جالس فيه من أحفر ديه كوح المسلمين أحفر ديه والنبي وحول سيسي قال وحول سحابي سعد أها إنه وقاس فترك رسول الله رسول كلايب وحوكتك رجلا منهم نعيا كتر سنبو كتك
لم يعدوا وصن سنة وجعيل صحاب الأورنجري صحاب قيام بدون مهاجري وجعيل الأورنجري رواية كلا عدية. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بكته منهم من راحة كملة لم يعدوا حبوا وصن سنة وهو ننكا وكتقينا أعجبهم إلي وننكا أن أتشعلابوا إلى قيمة بدنا حق الدين يديانا بأي ضدنا بابا جعيل وكن نبي أورنجري أبو ذر أبو ذرو جعيل با صومر وصعدا نين مهاجر هذا قيمة بدن بها نين كان كورن بوري إن مرأي جعيلة حلو نبي الله حلو مسكين على أشكاله من المهاجرين ونين مسكينه رق الله مثل مهاجرين توكلاء هذو قبر دون الله سين مهاي هذو الباب قرع على غفر مهاي هذو يمد اللوز مسكين كاو إسكا صعدا وحير بان لفردي نين فيروين ودفدف لا صومر هذانا نبي كان كورن بوري سيد من سادات العرب هذو قبر دونه فرق على الغسين هيا الباب كي يستاق والله تشوك سنة هيا قروش الله سيق هذا هيا سيد من سادات العرب مركو سيدا يحول فجعيل النبي يحول فجعيل خير من مل الأرض من فلان جعيل هذا إلى مرأي إياك خير بدان الدون كورونا كان لقيت بحيب هذا إنما رأي الليل وسيد من سادات العرب يقاس بقر إنا بقر يا كويس الدون كورونا كانوا لقيت بحيب أو لسكوت دري هل مليون تمام مليون وكانوا كلا وحكا غير بدن جعيل كيليجي نيكو النبي وكيروي نساو خير بدن بوها مركز سعد إنه نفبحه ونبي هو هوشو كوات كيو هلا يابي إلا النبي قلت سعد مياه دقال الله بيسا سحود ابو الدين نبي ورد نبي هذا وقوع العلي مركز ابو ذر وحجيري هذا الكلام مركز نبي سيده نبي الله هذا سيده تاي نينك ان هذا اتري اسغا دولك هدي لغا بخشو دولك مغيو اسغا وها كا خير من جعيل كيلغي ما نين دويت حتى اغو حرمينيسود خولها او سينيسود مدح اوو تاغيس ابو ذر نبي حول فانه راس قومه فأنا أتألفهم به حنين كان خير بمضح ويهاي من كان فيره وين دفتف لهم كوري خير مال آن كوري بيالدن بوضي ويهاي أساق إنا حرميون قدري وحسيون سوچي ذو حان قدبها يا تولكي ريكسان قدبان هيا فقه قافق بضم بكم بقية فقه إنا ثانتان بالذين قبها يا وذات كيف يقول الله اللي ماي هيو المال ذو السلامة بأس كليدي وعد كور قبطان من مجر ما عنده ذهب الباد شه لعب بيسي يقول لي حرطك ووقف صري يا وين نقاز هو مش عايز كيل علي ما كان أنا وح مثال لا يروح لما ما حاب كرو سجود ما بالو قوم بنو شيء ذا فإن رأس قومي هذه عشرة ولا قاعد عندنا مرضى بضاد هذا روح ما قعوده فإن رأس قومه فأنا أتألفهم به نينك وحول هرب مضح ويا هاي أسوى نين لي تدين لاوي لكن ها ضد بعد دبت هاي وانو كوكت سون وهذا أسرع عن هجاتين ويا يا عهايا واس كان يسام محلو يالي محلو حرمين ويا ضد بان كود ضبه هاي هكو خلدمي جعل بك كفي عن دونك مجيو أسرع هوا شاء قال تألف وحول النبي وحكم ما ملو جريو ويا انت مكان عرب الله بحي انه تاليف كيان لسكوك قالين وركان الفانتين بيلت انت سوا كفته فقمت الى رسول الله رسول كيف يستاجب سعد نبي كان يستاجب وانا قويس النبي هو يدي كذا سعد كسو جيدا قرنيسا فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فساررت النبي كان غوبنيمو نبي كان افو ساريبو نبي كان يستاجب تغي يعني وحكو سريستيب فساررته نبي قال قصي رئيس فقلت معاني في سري أو في إسراري يا رسول الله رسولك الله يو ما لك عن فلان هب المحظة قطقتي ما لك عن فلان محاد جعيل نبي الله قطقتي وإن من كان حوله قلت بعد والله يلا أن كنت أرتي إني أقول لأراه وحن وعركا مؤمنا إنه مؤمية باطنا وظاهرا جعيل وأن المؤمن نبي الله محظة قطقتي قال نبي حول أو مسلما مسوى مسلم أو مسلما وإضطراب جوجي
مسلم مؤمن أكاديو مسوى مسلم وي بحاجة إلي إسلامك وشيء لقى مقراتي كعي كرو هو ظاهر كروح كاغا مقضى وكروح الشهادانية سومية صلاضية تكنية قرآن كأخرنية حجينية ظاهر حكاغا مقضى وناك وكم مقراتي كعي كرتا لكن إيمانك هو شيء باطن وقلبي روح الإسلام كهذا موضوع كله تكن هي السوم هي الصلاة هي قبلها كهذا قرصنا يكتوجين هي إنه منافق يا لغياب شعب الله يبربري زي اللي عي حمر وما دو كتوجين جري يجيك جيك شيخ كا إنه يها لغياب قال كا واجد دمنا هي عام السوم كل قال سو سو كاتي بأركين عيد شيخ حيتو كاتي يستاكو كاتي عيد إنك الله بارو إلا يقول يستاكو كاتي قال بو هوا جهري والله بارو إذن iy ka dii siba lugu ogaadaan wadaada sheego yiraada waxay ma gudnay ninka qundul ku yaala meesha ku kaajo wala garan ninka gudan wala kala garanaya ninka hanjab ku yaalo meesha ku kaleedhiyo ku kaajo dhulka soo u xorday u duleeliyo iyo midka gudan wala kala garta duqeyda waydi warka wad vaanteen baylad insan ka dii siba lugu garto insan gudnayna wala sheegay shacabdullaah almuhim wuu fashilmay waxaan uga jeeda ظاهر كوري إسلام كوالا مراتي كيكرا لكن قلبك وحا كوتشيرا وحا كم مراتي كيكرا الله علام الغيوب يوحي أحد كوحي لو شيك هاوش مركم مؤمن بنبغ قنصنية شهادة نوع عاس جوجوي لا تشهد لأحد بالإيمان هاو كم مراتي كعدا بالإسلام الإسلام هو عمل كظاهر كي صادرت رواية النساء كم ريبا في عيني لا تقول مؤمن وقل مسلم لا تقل مؤمن وقل مسلم إني لا أراه مسلما طوله إلى نبي كم مر من بق فسكت قليلا بول وحيربان آموس مكون نبي يرديه وحيربان آموس دان سعد أهي ثم غلبني وحيق أتكاذو يقع حقبتي ما أعلم وحان كوغا منهم من السحابي المتروك سحابي قل لقيت تقي وحان كوغا ووناك أهابا هدنا إسوك عشي لأن أنس منافقين بوجه لأن لم يكن في المهاجرين منافقون بإجماع أهل الحديث مهاجرين منافق ومجرين أقو مهاجرين منافقين ملاهين منافقون توحي كل حجرين في الأنصار وفي مسلمة الفتح والغتهمة ورقبة شكشيكة لكن مهاجرين أبدا لأن حل النفاق بأسورة قال يميسنا هين حلقة أيضا من إله أجو أي أم بنبي حليقة سور راعي كري وضاع عبا فقلت وحان مر لباد يا رسول الله رسولك إله يوم ما لك عن فلان محد هبل أوقتك تيف والله الله أن قدرت إني أنا أقول لا أرى وحان وأركا أم أن في ليا مؤمن يهي أراه يا أراه بوالا آخر يا دب ملا مرنا ظني بيكون غمرنا علم يكون غني قال وحور النبي أو مسلما أو مسلما صح معها أو أخلد قل يا أخلد أو إلى هذا أو ما أمجا أو مسلما مسوى مسلم فسكت قليلا هذا وحي ربنا أمس ثم غلبني ما أعلم وحنس نبقى أمو هالمامة نبقى أمو وحكى لفيري بل سبعا الحسوس أولا نبقى هذا القرسين وعبات كده دعيني موقت وحكوا هيا فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما قال نبي حور مكة دمو فانسي حكم ماذا وروح هذا أكتب وأنا أقه هاي وأنا أقه جعيلة وأقانا وحول بإنه مدينة وأنا أقه لكن هوش أن أقه تقان فانسية دقيسات إني أنو نبي حضانا نبي محمد لا أعطي الرجل نبا وحسينيا وغيره أحب إلي منه وغيره أحب إلي منه نبان حول كتبيعي ونحول كدرتين ونبقول هذا الدريريني وغيره سوى غير كي أحب لجعل إلي حقا يمينه سكال لجعله كان وحسيي إن أنشعله معها نما أنشعله إبان كتقي ونما أنشعله إبان حول السيني هي مصلحة درت السور دوين صوت دميت يوسم في دنوب نما الطاحيب تينو أذو جعشا ما أهلا يتكتي مركة قاركوت وكوا كافك دل شأن يدل يأهم بعد كتب بيعول أذو له كان أصوه كي قنم وأهله كرحمن ما هي بل كان ششيها أيفك صندريرة كسوح رجلي وركوا فاندين بيلت صدرت الصومال حكومة ما له إلى هذا
نماد وحسيسه والك بوقف عن نماد وحدي دنا والك بوقف عن بالي هذا وحسيسه هذا وصلة وصدق هو قرابة حريرسي ولا النماء يصلوه يصدقه هذا الحدي دنا كلا قوي ما يصير وكاحم ما يهلب إذا دحيه كلا دمن ما يصير نين كان لكن كافك ها ما سوقين هيا دن دن تمانك كهواي بنجان بقصو جزنا هيا مركه هولا هساؤ فهما طيب نبي تجيب سحاب وشيء جاية إني لكونه كل فهما هي كأهل كونه كل فهما مركه قارك هذا وقت تجلس هني بيو إسكو هاللين هذا أصوب اللي تركيز ككاف ولا من نقطة مشكلة كلو إني لا أعطي الرجل نما وحسينا يا وغيره غير كي أما ضدك لا أحب لك علي إلي حاجة يمينه خشية محنا بالله كمان هذا تعي وحشين إيسا وكأت على الأوجتري خشية تبقى أن كبقين حول أصينا كان تعلم بن أصينا يا أن يكب لجهم بوريو في النار نارتا على وجه وجوه لغطوره يعني انتو نقول يا كوف انه هو اللي قلت لي ولا يحلي انا هي الكم نير هذا انه قالوا الدين كبحوا النار قال انكبقى يا ورحولها ني سندريدان هي اسقن الدنيا ده روح الدين كسب كوبت بادين كرتو سي هذا ودي وفي حديث عفوا وفي حديث الحلواني حسن حديث سوى حاكو جري الا عبد الحميد يا سقاس كل ادنايه تكرار القول مرتين وهذا إنه سعد علبة جركلية حديث كان لكن عبد الحميد صدح قوربه نبي يكون نقضي تقرر القولي وهذا إنه قعد مرتين لبقى جركلية صدح لقد دقن حدثنا ابن عمر العدني محمد يحيى والقرنيسان حدثنا سوى ابن عيينة حا وحدثني سوى ابن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب محمد مسلم بالي هذا محمد مسلم محمد عفوا محمد عبد الله محمد عبد الله بن مسلم وي ابن شهاب أدير وأه ابن أخي ابن شهاب ابن شهاب ولالكي ويلكيسي وأدير بويات ابن شهاب مقعس ومحمد مسلم نينكنا ومحمد بن عبد الله بن مسلم عبد الله يا ولا لا ابن شهاب ولا لا ابن شهاب محمد مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب ابن شهاب هو أوقي والله ترني وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم جماعة عن الزهري كلهم عجل سفيان يا ابن أخ يا معمر بوجهه خطا يربى كجر ما شاء وانت ما مدونا لكن ملا كلهم رمانت عن الزهري بدل سند بكوريين على معنى حديث صالح بن كيسان عن الزهري كوريين رجع جماعة حديث كذا مانتود وحكوريين وزهري زهرينا حديث كي كوريين وحول معنا يعني حديث الصالح من كيسان عن الزهرية طومرته خطا عيال مش كجرا وحوي سفيان بن عيينة حديث وحكا قالان يا معمر وحنا صح إن لقلي بين سفيان بن عيينة وبين الزهرية معمر إنه صوق له مركز سفيان يو ابن أخي الزهري يا معمر صدح راسه هذا كذا مسلم كلهم عن الزهري سيد الصواب كان وحوي أما مسلم هو هميو أما شيخ سوهم كاكي ما دب نبي عمره سفيان هنا يروي عن معمر سفيان عن معمر عن الزهري مركب حام ماشى قصة الرسول الكلية ومعمر يحديك وحورنا يا ابن أخي الزهري كلاهما عن الزهري محايا إلي حافظك سيف عن وشر قضية دا فتح البارقة مجلد عفوا كتاب الإيمان حديثك الله باطني تضبط مكو شرحي كفيرية دا رقود نووت المامي وحور تطبع يسي حديث كان وحان أقنى هاي سفيان أنه يروي عن معمر عن الزهري وذلك من نبي عمر العدني مسند كيسة هذا وحاكويا الله مركو شيخي يسسوي حديث كونه سفيان عن معمر عن الزهري عبد الله بن زبير الحميدي أصغنا عن سفيان عن معمر عن الزهري وحيكون سؤرورتي جميع من يروي هنا عن سفيان كلهم وحيحديك كدقا سفيان عن معمر عن الزهري وحان كان هاي رواية مسلم ما شاء الله لو أميد مركوي إنه شيخي سيدنا عمر العدني وهمي
يعينه مسلم وهمية لبلا منه يعين رواد النساخ ذا يا كتابك ورية أي وهمية صدح لها منه ألمي مسكسه أقو وحان لنا هاي وهمي قحيو أردو يا هاي النساخ ذا إنو يا هاي وادعي كتلك هذا وحان ربنا وادعي كتلك معمر وادعي كوريج واقد منه ستة وصاقة قاطبة زهري لكن رواية المسلم ربنا رواية مرتة ابن أبي عمر العدني مرتة محمد يحيى مسلم شيخ سواكما ابن أبي عمر ومحمد يحيى بن عمر عندك صاحب كتاب الإيمان المطبوع وكتاب المسند رواية ساسي وحلوية قانون محفوظ كتا هاي إنا يتاي عن صفيان عن معمر عن زهري شيخ مركم حديثك لأن حفظ بكيري وحفظ بكيرين شري ابن أبي عمر لمسلم عند الرواية من الحفظ إنه وهمي إنه مسلم وهمي إن رواته مسلم رواته صحيح مسلم أي وهمية وحود عيما جروا لأن المحفوظ هنا عن صفيان وحاوي أنه يروي عن معمر إن الفانتين بإلا توحن وجيد ففانتنا وأنسدة وهمي غيرك كتيرا حدنا حس وأنسنتك ماشي حالة اللي قيلنا هنا خلدين مبالغية وقليها النساق دي الرواد صحيح مسلمة حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي أبيها دواه إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن وقاص الزهري قال وحول ويلك إسماعيل سمعت محمد بن سعد بن وقاص يحدث بهذا الحديث عن سعد حديث كذا فمرت سوى أباه كورن هيا أيان مغلوي وأوه كانت إسماعيل أبوه بولاي محمد نواب الله طلعت يعني وحوجد حديث الزهري الذي ذكرناه حديث زهري هذا عن صمر إني أوكلو الشيغي فقال محمد بن سعد وحوجري في حديثه وحكيري فضرب رسول الله رسول كلاهي بقراعي بيدي قعنتي سكرفتي بين عنقي وكتفي لقنت إذي قربين تود حسنا بقرر باحي صدح قبل سعد هوش سعد النبي الله محاب وقتك تجعيل والله إني لا أراه مؤمنا ما كو اركن سهرين نبي هلكا سو يغا درباخيو لو كنت يي غربا ميشو دخايس تونكا ميشا لا دكتا ثم قال ابو حوري اقتالا اي سعد اي اقتالا اتقاتل قتالا سعد وحن دود كبدانه ما افقد قد دغالميسا وي وا دغالميسا تقاتل قتالا عن جعيل وي جعيل دفعيس وا بحدافه واوش مدغال بدو بدش أقول بالإساد مدمع جعيل ورمطة إني لأعطي الرجل فذكر الحديث رواية البخاري أقبل أي سعد سعدو وحن كوشك قابل أما إصور دورو يوسو جيد صلى الله عليه وسلم مع الإقبال أو القبول إني لأعطي الرجل بانسيني وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه ساوه مركة وحاوه حكوشرة إن دتك واوين مركز إسلام وحبيه هالمامي أمويها فين أموي سكتين سأذاب لي وحلو يديو مركوري واسدو سعد يلو نبيك مركوري وكسر يستي نكت أفكو أصاري نبي الله حول بنا بعض قيب السي وذاتك جعيل أها وذاتك وقيم بنا واقتك توسيو حجرة سهوسة وحكلو كجرة نينك وين أما شيخ أما نينك وحشرحة هاي دتك الرعية دا وحكيش قال قلها دي سوء عليان إن سيف عن لغة داوية سيدو النبي وداوية سعد وعقو الشيغي وحاكو لو كجرة تأليف الدنيا دواء اسكحاني اسكاقوية نينك كف النوبي لها إن لغو الرونادو سي اللوبة الدين كيسانا ومن الدين النوا في عانتاي وانا تو النبي إن بنا وحكوة والله سبحانه وتعالى علم